وبقي منه كل شيء في قلوبنا، والذي كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يقدم واجب العزاء فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوفد الرسمي المرافق لفخامته واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. يقدمون واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأسرة آل الصباح الكرام.